ثقافة عامة، طريقك إلى عالم المعرفة والإبداع. ملعقة واحدة من هذه الخلطة تنقص وزنك وتقضي على الكوليسترول. كشفت إحدى المجلات الطبية عن مكونات خلطة طبيعية تساعد على إنقاص الوزن وتحارب تراكم الكوليسترول في نفس الوقت. وذكر موقع روسيا اليوم نقلاً عن الدراسة أن الخلطة لا تتكون سوى من مكونين فقط، هما القرفة والعسل. وأشارت الدراسة إلى أن مزج ملعقة من القرفة مع 5 ملاعق من العسل وتناول ملعقة واحدة من هذا المزيج صباحاً يحسن عملية الهضم في المعدة ويساعد في القضاء على الشحوم المضرة المتراكمة في الجسم. وبحسب الدراسة فإنه يتوجب مزج ملعقة واحدة من تلك الخلطة مع كوب ماء فاتر وشربه قبل تناول وجبة الإفطار بربع ساعة. ولاحظ القائمون على الدراسة وهم خبراء في مجال الطب أن الأشخاص الذين واظبوا على تناول تلك الخلطة لمدة لا تقل عن 2 شهر انخفضت لديهم معدلات الكوليسترول بشكل ملحوظ، كما لوحظ لديهم تحسن واضح في صحة الشرايين والأوردة التي تفقد جدرانها مرونتها مع التقدم في العمر. يذكر أن العديد من البحوث الطبية السابقة تحدثت عن فوائد العسل السحرية لصحة الإنسان، وذلك لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمكونات الطبيعية التي تقوي نظام المناعة وتساعد على محاربة الأمراض. وتؤكد تلك الأبحاث أن تناول العسل إلى جانب مكونات طبيعية أخرى يمكن أن يأتي بنتائج إيجابية تساعد على محاربة السمنة وتقضي على الشحوم المضرة التي تتراكم في الجسم. لتشجيعنا على العمل في القناة أكثر، لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله ونشره عند أصدقائكم، واشتركوا بالقناة ليصلكم كل